ما هو كابتن محمد عرف، كان نفسي تبقى موجود هنا امبارح يا كابتن محمد. انت كابتن سامع منورتنا بلدكم. طبعا شرحها بلدكم يا كابتن محمد، انت كابتن سامع فكري منورين الدنيا. بس شحتوت شحتوت سامع كده، شحتوت شحتوت وعايز يلم كده واحده والثانيه لعبها بسن الجزمه. برافو محمد رمضان، محمد رمضان كده مسك سموم امان. محمد رمضان طويله وعاليه للعجوز اللي متحرك في كل حته في الملعب، ولكن بياخد فاول كده كابتن محمد زكريا. مد فاول في نص ملعب شباب متقدمين اربعه بقى ومعديين الملعب. تروح كده لحمد رمضان اللي طلع بيدافع مش مستاهل. محمد ارجع ولبيب، لبيب لبطه بطه كده ملعب على اليمين الشمال. احمد صلاح، احمد صلاح ماشي. حرام عليك يا راجل، حرام عليك يا عجوز، برضه يبقى في البعيد هنا سهل، ولكن تطلع ضربه مرمى صالح. طبعا كريم اتكلم معاه، قلت لك يا كابتن كريم تعصبك كده زاد عن اللزوم، كنت زاد في مشكلتنا تنادي كده تروح لحم الصلاه. صلاه وبرافو حارس المرمى، واحده والثانيه كده بيمسك حارس المرمى شنوان. روح كده المدافع، مدافع سنه تعالى الباك الشمال، الباك الشمال ماشي بيدوروا كده على شحتوت، ولكن تروح مدافع ثاني نص الملعب. شحتوت 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 كده مش مديين له فرصه. ماشي بيعدي كده بياخد فاول من نبيل. كابتن محمد زكريا كده بيدي فاول في نص ملعب تفشيش شحتوت. ماشي يا كابتن كريم، في انذارات يا كابتن كريم في كل حاجه. معلش يا كابتن كريم. ماشي ايمن، ايمن ماشي ماشي طويله. برافو ايمن عفيفي وبيعدي. برافو حارس المرمى ايمن كده عدى واحده والثانيه سنه كده على الباك الشمال. باك الشمال ماشي، بعدين عليها تروح المدافع، مدافع بيحط جسمه كده وبيطول، ولكن عجوز فاضل يدي فاول. خلاص يا عجوز، عجوز لعيب كويس. تروح كده على حارس المرمى، حارس المرمى تروح ليه شحتوت، مش شحتوت 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 رجع للدفع. ماشي ماشي كده تروح ليه حارس المرمى. ما تشوفناش كده يا كابتن كريم، حارس المرمى واثنين لعيبه كده عندك مجوش النهارده. ما تشوفشيش تشوفشيش ماشي ماشي. واحمد صلاح تهبط كده في المدافع ويلعب حارس المرمى، هيدور كده بيدور على مين، تروح كده لا المدافع، مدافع هيلم بيلم بيلم ورا الثانيه ورايح كده واحد ثاني كله ده ولكن تطول من ايمن عفيفي لاحمد صلاح. احمد صلاح كده احمد لبيب، واحمد لبيب اعرض الهدف الخامس. اصبحت النتيجه 5-1 لصالح فريق بشيش. كابتن احمد بقى طمن على النتيجه، طمن على النتيجه كابتن احمد. هيلعب بقى شنوان، بيلعبوا لعصيب واحد طبعا، وكريم كان مدافع قوي اثر معاهم. ماشي بس شحتوت شحتوت ماشي بوش يقول كده لا الباك اليمين وعايز يلم بطه كده، مش مديله فرصه مش مديله فرصه. لم مشي عند المرتده مدافع، يلا شحتوت 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 وتنقطع في يلا مرتده. بطه بطه اللي بيلم وعايز يلعب بقى احمد صلاح. برافو حارس المرمى كلام زي ما تعمل كده لعبها الباك اليمين معرض الهدف. ماشي هيدور على شحتوت كده، شحتوت شحتوت ماشي شحتوت شحتوت وهيرجع لحارس المرمى ولا ايه؟ لا
نعم وبياخد فاول كده مش مدينه فرصه حشيش. النتيجه بتاعت 5-1 لصالح حشيش. وكابتن احمد كده عمل تغيير في نص الملعب نزل فوزي مكان العجوز محمد لبيب محمد رمضان. محمد رمضان كده سند على بطه بطه لبيب تاني لبيب لايمن عفيفي. ايمن عفيفي ومشرم وكده لبطه بطه بطه طلعوا على ويقطع شحتوت. شحتوت ماشي ومش مدينه فرص. شحتوت باك الشمال باك الشمال ماشي ماشي تطلع وتطلع احمد صلاح بيدي رمي تماس لصالح شمال ماشي ماشي حارس المرمى تروح للمدافع يبص شمال كده ولا عينين لم كده بيدي فاول الكابتن محمد زكريا فاول لصالح احمد صلاح الناحية اليمين رجع كده البطة بطة سدد على لبيب مريب ماشي ماشي مريب تروح لها يا ايمن عفيفي. ايمن عفيفي فوزي 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 تدخل الفوز على بطه بطه مريب مريب مضغوط عليه كده اي حاجه ولكن ايمن عفيفي كده سابها وطلع المدافع بني تماس بني تماس ايمن عفيفي كده على التنفيذ بني تماس يبقى عم صلاح عم صلاح رجع لبيب لبيب سال على بطة بطة لا عم صلاح ولا شحتوت شحتوت وياخد فاول ترويضة هي بسرعة عايز توقع شحتوت تاني ترجع منه ولكن لسه في الشباب ناصر وعايز توقع شحتوت كده واحدة بتتاجر الجمهور ويلم تاني ويشوف أي حاجة تروح عم صلاح هجمة مرتدة عم صلاح والجون وبطة عم صلاح وبطة وبطة بيهز الهدف سادس احمد صلاح وبطة لعبها البطة كده ولكن كريم فرق مع فرقة شنوان اصبحت النتيجة 6-1 نتيجة بتزعل الزملكاوية يا كابتن حسن 6-1 بتزعل الزملكاوية يا ريت اي هدف اذا النتيجة 6-1 شحتوت شحتوت ماشي شحتوت لعيب كبير شحتوت عايز احط كده ولكن ايمن عفيفي لعيب كبير ايمن عفيفي لعيب كبير وايه بيلم المدافع عايز يبقى شحتوت ولا ايه؟ ساعد كده في نص الملعب فوزي قطع فوزي بيلعبها بتاع ايمن 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 ماشي ماشي ايمن ايمن لعيبه لعبه صلاح الهدف السابع اصبحت النتيجه 7 احمد صلاح ابن المرحوم صلاح شكرا كابتن صلاح حامد شكرا عم عصام نورتنا عم عصام كابتن عصام ابو الكابتن احمد عصام شيكو شوفوا ان شاء الله بقى شيكو في الدوري الممتاز تعدي لا شنوان اي حاجه تروح كده لا شحتوت السلام يا شيكو نجم البلد احمد عصام شيكو ماشي شحتوت واحده والثانيه وبطه كده مش مد شحتوت فرصه ترتها من المدافع كويس يا رمضان فوق العرض شاهد الكابتن محمد زكريا في تغيير حارس المرمى طلع محمد رمضان ونزل حارس البديل كابتن احمد بقى طمن للنتيجه وماشي برافو ارجع ارجع نرجع يا شنوان لم يتناس لم يتناس طلعوا عليا تروح لها فوزي فوزي لبيب لبيب فوزي تاني ويقطع شحتوت 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 ومش مديله فرصة وبيلعبوا نصيب واحد فرق معاهم كريم مدافع كرم كريم عنده 2-3 لعيبة كده بتخش النهاردة وبالتوفيق يا كريم في الأطوار القادمة فاول كابتن محمد زكريا ضد فاول كابتن سامح كابتن محمد عرفة كابتن وليد منورين وليد دينا كابتن محمد عرفه كابتن سامح فكري وكابتن وليد بلاني اهو اشهر فرقه مع مسلم حفظه حسن والحسين يا كابتن حسن باشا بس مقصود منه مرتب النهارده ماشي
ماشي ايه من ناحيه اليمين شلون بطل مش مستهم بطل تاني من كده كابتن محمد شكله مثل انذار طلع اخيرا انذار بس احمد زكريا لعيب كبير وهو حكم كويس احمد كان ناس الانذارات كابتن محمد زكريا طويلة وكلها كده تروح على حارس المرمى مش مسألة يا ابني مش مسألة